نحن بالجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات اللاذعة عم نقوم اليوم بهيدي الحملة، حملة من مال الناس. فكرة الحملة إنه نشوف قد ايه المواطن اللبناني بيقبل يتبرع ب 1000 ليرة تحفيزية للنواب، بلكي هيدا البونص بشجعهم وبحفزهم إنه يقوموا بشغلهم اللي ما عم يشتغلوه. مستعدين تتبرعوا ب 1000 ليرة للنواب اللبنانية يشتغلوا شغلهم لأنه ما عم يشتغلوا آخر فترة؟ للنواب اللبنانية بدنا ندفع 1000 ليرة كمان، الله يوفقك. ولك فرانك ما بندفع. للنواب اللبنانية لبقلي فرانك أبيض مبخوش من 50 سنة ما تبرع له. للنواب بلكي بيصيروا يشتغلوا شغلهم. 1000 ليرة ولك 1000 كيلو طينتي يفجرهم كلهم عمرهم ما يرجعوا كلهم صاوا. مين؟ للنواب. الله يلعن عبد خنائب لو كان بيي. النواب. أكيد لا. لا ما بتبرانهم، برا الفقيه ولا لهم ما بتبرا. ما بدي اتبرانهم ولا بأي قرش. فرانك ما بيشحنهم كلهم. معقول تتبرع ب 1000 ليرة للنواب اللبنانيين؟ لا. لأنه شو فايدة؟ معهم مصاري أكثر منا ومنا. معنا مجلس نيابي. بدي منهم آلاف دولارات. ربطة الخبز صار حقها 2000 ليرة، طيب بعدين. كيلو الرز حقه 4000 و5000، كيلو العدس حقه 4000 ليرة. هاللي عنده عائلة أولاد ما بيقدر يعمل لهم طبخة مجدرة؟ شو المنطقة هي؟ وأنا زعلان منهم كثير وكلامي وصل.